لو ما شفتش الجزء الأول ارجع شوفه بسرعة، هو دقيقة واحدة مش هتاخد من وقتك كتير، بس عشان تقدر تفهم الأحداث بالظبط هتلاقي اللينك في صندوق الوصف. وقبل أي حاجة أنا حابة أقول لكم إن الحكاية بكل تفاصيلها حقيقية، وإني أعرف صاحبة القصة معرفة شخصية، تصدق أو لا لك مطلق الحرية. يلا نبدأ على طول. الرعب حرفيا كان تملكني، وقفت قدام باب الأوضة وكلبي كان واقف جنبي، بقيت خايفة افتح الباب الاقي حاجة انا مش قدها، وفي نفس الوقت خايفة اتجاهل اللي حصل، الوضع يسوق اكتر. فاستجمعت قوتي وقررت افتح الباب، واول ما حطيت ايدي على الاكر عشان افتحه حسيت ان الباب اتشد من جوه، بيتفتح بقوة اكبر مني بكتير، كأني مش انا اللي فتحته. الأوضة كانت ضلمة بس كانت ساقعة وبردة بطريقة غريبة، كأني فتحت باب تلاجة مش باب أوضة. وقبل ما أدخل وأنا على الباب مديت إيدي على زرار النور، وبمجرد ما فتحت النور الكلب بدأ يعوي وكأنه بيحذرني وبيقولي ما تدخليش. بصراحة تجاهلته ودخلت. الكلب ما كانش بيقدم خطوة قدام، كان لازق حرفيا في رجلي وعمال بيهوهو بصوت عالي وعمال يزوم على ركن معين في الأوضة، بدأ يشدني من هدومي يرجعني لورا كأن في خطر أنا داخل عليه وهو بيحاول يرجعني. وبدون مقدمات باب الأوضة اتقفل، أو بمعنى أصح اترزع، والكلب بقى عمال يلف حوالين نفسه ويهوهو ويروح ويرجع كأنه بيهاجم حاجة أنا مش شايفها. ومرة واحدة المنبه اللي كان على الكومودينو رن ووقف على الساعة 2، والغريب إن ساعة الحائط اللي في الأوضة برضو واقفة على الساعة 2. ومرة واحدة المراية بتاعت التسريحة فرقعت كلها وبقى أكبر حتة فيها قد كف الإيد. هنا بصراحة خلاص ما قدرتش أتملك أعصابي، حسيت إن قلبي هيقف وروحي بتتسحب مني. طلعت جريت برا باب الأوضة والكلب جري ورايا وقفلت الباب، وهنا برضو حسيت بحد زق الباب من جوه قفله معايا بقوة أكبر من قوة إيدي بكتير. جريت على أوضتي ونزلت تحت البطانية وبقيت بترعش والدموع بتنزل مني لا إراديا، كنت في حالة لا يرثى لها. مفيش ثواني بدأت أسمع خبط جامد على باب الأوضة الملعونة، فتحت باب أوضتي وما كانش عندي جرأة أني أقرب من بابها، بس صوت الخط جاي من جوه الأوضة، حد بيخبط على باب الأوضة من جوه والخبطات متكررة وعالية جدا. بقيت مش عارفة أعمل إيه، أنزل بس إحنا داخلين على الفجر، هنزل إزاي وأنا بنت والوحدي والدنيا مقطوعة؟ طب أفضل في أوضتي؟ ما أنا خايفة ومش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه. وصوتها وهوة الكلب بقت بترعبني أكتر لأنها بتأكد كل اللي بيحصل وكل اللي أنا حاسة بيه. رجعت أوضتي وقفلت الباب عليا وقررت أشغل قرآن بصوت عادي، وأول ما شغلت القرآن كل حاجة في البيت اتجننت، الأنوار بدأت ترعش وباب الأوضة الملعونة اتفتح لوحده وبقى عمال يتفتح ويتقفل، وجرس باب الشقة بقى بيرن كأن حد معلق إيده عليه، وإزاز النور فرقع واتكسر. ما حسيتش بنفسي غير وأنا بجري بره باب الشقة ونزلت الشارع، بقيت خايفة حد يطلع لي يعمل في أي حاجة، بس أي حاجة هتبقى أرحم من اللي بتحصل فوق دي. قعدت في حتة على جنب في الشارع مدارية عشان محدش يشوفني، لأن في الآخر أنا بنت والوحدي في الشارع في آخر الليل. قلت بيني وبين نفسي أنا هقعد على جنب كده لحد ما الفجر يأذن والدنيا تنور واطلع، أكيد الدنيا هتبقى هدت شوية وبعدها أشوف أعمل إيه في المصيبة اللي أنا فيها دي وأتصرف إزاي. طبعا كلكم عايزين تعرفوا أنا ليه ما سبتش الشقة باللي فيها وأشوف ولا أدور على مكان تاني أقعد فيه، خصوصا ان اللي بيحصل فيها ده يشيب اي حد وفعلا محدش يقدر يستحمله. بس انا مش هتكسف ومش هضحك عليكم ولا زوق الكلام، وهقول لكم السبب الحقيقي. بصراحه كده ماديا الظروف ما كانتش احسن حاجه وما كنتش هقدر اجيب او حتى اجر بيت تاني، لان اللي جاي على قد الاكل والشرب والاحتياجات الشهريه وبس، وما كنتش هقدر ابدا اتحمل مصاريف ايجار ونقل كمان. فما عنديش حل تاني غير ان الشيء او الكيان اللي موجود في الشقه ده هو اللي لازم يمشي مش انا. ومن هنا بدات الحرب ما بين
الصبح طلع وطلعت البيت. بيني وبينكم أنا كنت مرعوبة ومتأهبة لأي حاجة تحصل، لأن ببساطة كل شيء دلوقتي متوقع عادي جدا. وأول ما زقيت الباب ودخلت البيت كان في حالة فوضى، كأن كان في حرامي، كل الدواليب مفتحة وحاجات كتير وقع في الأرض وإزاز مكسر في الأرض. والدهية بقى إن واضح إن حصل زي قفلة في الكهرباء، مفيش ولا لمبة واحدة شغالة. حمدت ربنا إن إحنا لسه الصبح. يا دوبك دخلت غيرت هدومي ونزلت لشيخ الجامع اللي جنبي وقعدت حكيت له كل اللي حصل واللي بيحصل معايا، من أول ما كان حاجات بسيطة لحد ليلة امبارح السودة. الراجل مشكور سمعني لحد الآخر بكل صبر وملامح حدي، كأنه بيسمع حاجة تافهة أو متداولة بتحصل كل يوم فمش مستغربها حتى. ورد عليا بكل هدوء وقال لي في كل الأحوال يا بنتي هما أضعف مننا، أنا معرفش إيه اللي يخلي كل ده يحصل في بيتك وشمعنا دلوقتي بالذات، لكن كل شيء وله سبب، وأنا ما أقدرش أنصحك بحاجة غير إن القرآن لازم ما يتقطعش من بيتك. طلبت منه إنه يجي معايا البيت ويقرأ فيه، وعطاني معاد إنه هيجيلي بعد صلاة الظهر على طول. جريت روحت أشوف الكهرباء يجي يشوف إيه القفلة ولا اللي حصل في الكهرباء، وروحت البيت. الراجل قال لي إن الكهرباء بتاعت البيت عليت مرة واحدة عملت قفلة. المهم قعد يصلح ويغير في حاجات وبدأت ألم الفوضى والبهدلة اللي حصلت في البيت. يا دوبك الكهرباء مشي والشيخ جه فعلا في ميعاده مظبوط ودخل الشقة، وأول ما دخل ملامح وشه اتغيرت واتقلب كأن في حاجة أزعجته بس ما تكلمش. شاورت له على الأوضة اللي بيحصل فيها أغلب المواقف، فتح بابها وبص بصة سريعة وذكر اسم الله وقفل الباب ولف لفة سريعة في البيت وقال لي أنا حاسس بعدم راحة غريبة من ساعة ما دخلت. وقعد في الريسبشن وبدأ يقرأ القرآن بصوت عالي، بس الغريب إن مفيش أي حاجة حصلت، لا باب اتهبد ولا نور رعش ولا أي حاجة من اللي بتحصل حصل. الراجل مشكور خلص وقال لي يا بنتي دايما خلي القرآن ما يتقطعش من بيتك، البيوت اللي اسم الله ما بيتذكرش فيها كتير بتبقى ملاذ وملجأ للعياذ بالله، خلي بالك على نفسك ولو في حاجة أنا موجود. وأخد بعضه ومشي. اتطمنت بكلامه وبرضه اتطمنت إن مفيش حاجة غريبة حصلت وهو بيقرأ القرآن، بالرغم من إني كنت متوقعة فيلم رعب تاني هيحصل. في نفس اليوم بنت خالتي كلمتني في التليفون ولقيتها بتقولي أنا هاجي أبات معاكي يومين لو مش هضايقك. كنت عايزة أقول لها ده أنا ما صدقت أساسا، أنا محتاجة حد يونسني خصوصا اليومين دول. فعلا مفيش ساعتين وهي جت وقعدنا اتغدينا وضحكنا وهزرنا وقضينا يوم حلو. بس صراحة كان بقالي كتير ما اتبسطتش كده. والليل جه وهي دخلت نامت في الأوضة اللي جنبي وانا دخلت اوضتي، وعلى الساعة 3 الصبح سمعت صوت حركة بره، فافتكرت ان بنت خالتي صحت فقلت اقوم اشوفها يمكن تكون محتاجة حاجة، ويا ريتني ما قمت. فتحت الباب لقيتها فعلا ماشية رايحة الريسبشن، فناديت عليها ما ردتش عليا، مشيت وراها وبكلمها وهي متجاهلني تماما. كانت هي وصلت عند باب الحمام، وقفت الوهلة عشان شكيت انها ممكن تكون مش بنت خالتي مثلا. وهنا حسيت ان في جرد المية ساقعة وقع عليا، وقفت في مكاني وهي كمان دخلت الحمام وقفلت الباب وراها. انا فضلت واقفة في مكاني حوالي دقيقة مش عارفة اتصرف، وبعدها رحت خبطت عليها الباب ما لقيتش حد بيرد. فتحت الباب والمصيبة ما لقيتش حد جوه الحمام، الحمام فاضي. لقيتني بقول اعوذ بكلمات الله التام، اعوذ بكلمات الله التام، وبدأت اقرأ المعوذتين وآية الكرسي. ورجعت عند الأوضة اللي هي نايمة فيها وفتحت الباب بالراحة، لقيتها نايمة جوه. رجعت على أوضتي جري وبدون كلمة زيادة ولا فكرت أصحيها، ورجعت سريري ونمت وقلت والله ما هقوم من مكاني مهما حصل. الصبح جه ولقيت بنت خالتي داخلة عليا الأوضة تصحيني عشان نفطر. بيني وبينكم أنا كنت مش عارفة هي دي فعلا بنت خالتي ولا مين من كتر اللي بيحصل، لحد ما لقيتها محضرالي الفطور فاطمنت. لقيتها بتقولي أنت كنت بتعملي إيه في دولاب الأوضة عندي امبارح؟ كنت عاملة دوشة جامدة وناديت عليكي ولا عبرتيني حتى وطلعتي بره. انا سمعت الجمله وحسيت ان الاكل اتحشر في زوري مش عارفه ابلعه، قلت لها ايه بتقولي ايه؟ لقيتها عادت نفس الكلام وبتقولي بضحك مش تخبطي طيب، والله خضتيني لما لقيتك في الضلمه محتاسه في الدولاب. ملامح وشي طبعا قلبت وهي بدات تسالني مالك. بدات احكي لها اللي بيحصل معايا من اوله لاخره. لقيتها بتقولي يا نهار اسود ازاي، انا عمري ما صدقت في الكلام ده، انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ حلفت لها اني مش بهزر وقلت لها اني ما كنتش انا اللي
اللي بدور في الدولاب من أساسه، أنا بس فتحت الباب عليكي بصيت وقفلت لما لقيتك طالعة الحمام. ردت عليا وقالت لي بس أنا أصلا ما قمتش دخلت الحمام، وسكتت. حرفيا أنا متخيلة الحالة اللي هي كانت فيها، ما هي أول مرة بقى، كانت فاقدة للنطق ومتنحة. وبعد كام دقيقة سكت قالت لي لا 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 لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه، احنا لازم نشوف حل. على كلامك الوضع بيتطور بسرعة وبشكل يخوف. قلت لها أنا مش عارفة أعمل إيه. لقيتها بتقول لي طب ما جربتيش تمسحي الشقة بمية بملح ونشغل قرآن وبخور زي ما بنسمع من أهالينا إن الحاجات دي بتمشي الشياطين وأي حاجة وحشة في البيت. قلت لها أنا بس شغلت قرآن وحصل اللي حصل، لكن ما جربتش أمسح الشقة بملح وما جاش في دماغي بصراحة. قالت لي طب ما هي كده كده بايظة، ما تيجي نجرب وخلاص، احنا مش خسرانين حاجة. بصراحة وافقتها على طول. كنت عاملة زي الغريق اللي بيتعلق في قشاية، رحت جبت مية وحطيت فيها ملح وبدأنا نمسح الشقة ونزق العفش ونمسح من تحته ونرجعه مكانه لحد ما وصلنا عند الأوضة الملعونة. وقفت لقيتها بتقولي ما تخافيش احنا مع بعض، مفيش حاجة هتحصل، وبعدين القرآن شغال. قوي قلبك كده واذكري اسم الله ويلا بينا. فتحت الباب لقيتها قالت لي هي الأوضة ساقعة كده ليه ولا أنا بيتهيألي؟ قلت لها ده اللي بحس بيه دايما فعلا لما بدخل هنا. ردت عليا وقالت لي فعلا الأوضة غريبة شوية، فيها كمية طاقة سلبية غريبة. بدأت ألم الإزاز المكسر اللي في الأرض وهي بدأت تزق العفش وتمسح، ووصلنا لحد الدولاب وبدأنا نزقه أنا وهي. وهنا كانت المفاجأة، الحيطة اللي كان مسنود عليها الدولاب مرشوش عليها حاجة لونها أحمر عاملة زي الدم، دم مرشوش على الحيطة، وفي قماشة شكلها غريب قوي وعاملة ريحة مقرفة جدا ملزوقة في ظهر الدولاب. لسه هجرب أمسكها بنت خالتي صرخت في وشي وقالت لي سيبي اوعي تمسكي، ده شكله عمل ده ولا ايه، كلمي الشيخ اللي جبتيه قبل كده يجي. كلمته فعلا والراجل مشكور ما تأخرش وجي على طول ووريته المنظر. الراجل كان مصدوم وقعد يقول آيات قرآنية كتير ورا بعض، ومسك القماشة الغريبة دي وقال لي انه هيتصرف فيها بمعرفته، وطلب مني ان اغسل الحيطة دي بمية بملح والقرآن يشتغل على آيات معينة الكام يوم اللي جايين. وفعلا سمعت كلامه وعملت كده والموضوع انتهى وكل الأحداث الغريبة اللي كانت بتحصل انتهت. انا طول عمري كنت بسمع عن السحر وبسمع انه فعلا بيدمر حياة الناس، بس عمري ما كنت بصدق الا لما شفت بعيني. ولو كان حد حكالي اللي حصل معايا ده من كام سنة ما كنتش هصدق برضو. انا معرفش مين ممكن يكون عملي كده وليه، انا عمري ما كان ما بيني وما بين اي حد عداوة توصل للدرجة دي. وبعدين ما حدش اصلا بات عندي ودخل بيتي غير ايام وفاة والدتي لما قرايبنا اللي ساكنين في محافظات بعيدة جم يعزوني، وفي فعلا كام واحدة منهم باتت عندي في الأوضة دي، بس يعني الناس دي علاقتي بيهم سطحية لأقصى درجة. مش عايز اظلم حد واقول انهم، بس كل اللي اقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي، وحقي انا مش مسامحه فيه، بحق كل يوم نمت فيه وانا قلبي موجوع وخايفه، وبحق كل لحظه رعب شفتها ونزول في انصاص الليالي. انا مش مسامحه وخصيمه الشخص اللي عمل فيا كده ليوم القيامه. دي كانت حكايتي، واتمنى ان محدش منكم يتحط في الموقف ده في يوم من الايام، ولا يعيش اللي عشته ولا يشوف اللي شفته. انا عارفه ان في ناس منكم كتير ممكن ترفض تصدق، وانا مش هقدر الوم عليكم لاني كنت واحده من الناس دي في يوم من الايام. ناس فعلا كتير بيستخدموا السحر في اذيه الغير، ولولا ان انا عارفه الشخصيه اللي عرضت لكم حكايتها كويس ما كنتش صدقت. بس حابه اقول حاجه في النهايه، يا ريت الناس اللي استعملت السحر او اللي بتفكر تستعمله تتقي الله، لان هيجي يوم وهتقابلوا ربنا وساعتها ولا اعظمها سحر هينفعكم. اتمنى تكون الحكايه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لاصحابكم، واستنونا في حكايه جديده من حكايات نص الليل. كانت معاكم دي، اشكركم على المتابعه ودمتم بخير.